الدورة العاشرة للحاق الرياضي النسائي التضامني الصحراوية تنطلق بمدينة الداخلة إلى غاية 10 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه النسخة التي تنظمها جمعية خليج الداخلة للتنمية الرياضية والثقافية تعرف مشاركة 50 فريقا من مختلف جهات المغرب إلى جانب مشاركات من القارتين الإفريقية والأوروبية. هذه التظاهرة ستساهم في إشعاع مدينة الداخلة على الصعيد الدولي من خلال تعرف المشاركات الأجنبيات عن قرب على المؤهلات التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب. قطاع الثقافة جد سعيد بهذه التظاهرة لأنه في بادرة منا لتتمين التراث الثقافي الحساني الذي تزهر به طبعا أقاليمنا الجنوبية. عقب الانطلاقة الرسمية للنسخة 10 لهذه التظاهرة الرياضية والإنسانية بامتياز، تم إطلاق السباق التحدي. بالنسبة لهذه الدورة قمنا بتغيير التوجيه، فأصبح من الضروري اجتياز المسار المقترح واجتياز التحديات وإيجاد طريق العودة بالاعتماد على خرائط التوجيه. أطوار هذا الحدث الرياضي النسائي بامتياز تجري عبر مشاركة ثنائية في كل مراحل السباق، بما يتيح خوض مغامرة مشتركة بين نساء اخترن التحدي بنون النسوة عبر مسار غني بالمناظر الطبيعية المغربية المتفردة.